بسم الله الحي القيوم الرحمن الرحيم. سلام. سأحاول اليوم أن أشرح كيف يمكننا أو لماذا يجب أن نتخلص من الأحزاب. ماذا أعني هنا بالأحزاب؟ جميع أنواع الانقسامات أو التسميات أو الهويات التي يفرضها المجتمع علينا أحيانا، وأحيانا أخرى تعتبر نوعا من العادات والتقاليد وما إلى ذلك. يعني عندما يولد أي طفل إلى هذه الحياة، مباشرة يعتبره المجتمع أو العالم ككل أحد يدين بديانة والديه أو بالأيديولوجيات التي يؤمنان بها أو ما إلى ذلك. يعني إذا ولد الولد في لأم وأب شيعيين مثلا، يعتبرونه أوتوماتيكيا شيعي المذهب أو أرثوذكسي المذهب أو سني أو بروتستانت أو كاثوليك أو يهودي أو ما إلى ذلك. إذا هذه الأمور يجب أن نخرج منها تماما، لأن الله يعطي الحق والحرية لكل إنسان أن يفهم يعني الهدف من وجوده والحقيقة يراها بحسب خبراته في الحياة وبحسب يعني إدراكه ووعيه الأمور. هذه الحرية قد تم انتهاكها كما قلت من قبل الأسلوب الذي يتجهه المجتمعات حول العالم بكيفية إطلاق التسميات أو تعليب الناس في علب معينة فقط لأنهم ولدوا في عائلة تتبع هذا المذهب أو ذاك، أو في بلد يدعى لبنان أو سوريا أو العراق أو ما إلى ذلك. إذا كل هذه الهويات التي تعطى لنا أو تفرض علينا ونحن لا خيار لنا بها يجب أن تتوقف. لماذا؟ لأن الله يعني في جميع رسالاته السماوية وفي جميع الوصايا التي أوصانا بها حذر دائما من الانقسامات، حذر دائما من الحكام الذين يقسمون الناس شيعا. يعني وقت شرح شو هو فساد فرعون في الأرض، كان إنه يقسم الناس شيعا ويعذب طائفة منهم. يعني كل هذه الأمور تجعلنا نبتعد عن الوحدة في الله، والله أوصانا دائما أن نتحد في الدين ولا نتفرق به، وما يقصد به هو دين الله وليس الدين الأحزاب والمذاهب الذي قال عنه كل حزب بما لديهم فرحون. هذا يجب أن يتوقف، يجب أن نفهم أن نعيش حياة ربانية وأن نحرك الألوهية الموجودة بداخلنا. وعندما أقول هذا لا يعني أننا سنصبح آلهة، ولكن أن نحرك الألوهية بداخلنا لكي نتصرف ونعيش حياتنا بطريقة ربانية. يعني لا أحد يأكل حقوق الآخر، والكل يحترم حرية وخصوصية الآخر، لا أحد يتعدى الخطوط الحمر الخاصة بالآخر. كل هذه الأمور يجب أن تتضح، ويجب أن نفهم مدى تداعيات الانقسامات، وقد أثبتها التاريخ. الانقسامات سواء في الدين أو الانقسامات سواء في يعني الأوطان أو الممالك أو الأراضي، الانقسامات وفق الأعراق والأجناس، كلها انقسامات يبغضها رب العالمين. يعني هي سبب الحروب، هي سبب المشاكل، هي مطية للأطماع، هي يعني سبب فشل الإنسان منذ وصوله إلى الأرض إلى هذا الاختبار. فكيف ماذا علينا أن نفعل لكي نخرج من هذا الأتون الذي أحرق حضارات وحضارات من يعني الأمم الإنسانية؟ بداية يجب أن نفهم إذا كنا نعبد الله يجب أن نتعرف عليه، والله
يعني الله واحد ويريد منا الوحدة، يعني اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله يحب من يجاهد في سبيله، يعني وكأنهم بنيان مرصوص. كل شيء عندما يتكلم الله بما يحب أن يراه من خلقه هو في الوحدة، لأن الوحدة هي المفتاح، ولا يمكن أن يكون هناك وحدة طالما هناك تنافس في السطحيات من الأمور مثل الأموال والأولاد وال يعني المظاهر وكل هذه يعني المفاتن المادية التي للأسف نحن نعيش اليوم الذروة فيها. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على مجتمع واحد، للأسف جميع المجتمعات حول العالم تعبد حاليا المال والمادة، سواء يعني شعوريا أو لا شعوريا. إذا علينا أن نفهم أن عندما تتعلق قلوبنا بالله، والله من الواضح أنه لا يريد للذين يؤمنون به حقا أن يتبعوا أي حزب أو أي مذهب أو أي شيعة أو أي نوع ديانة أو ما إلى ذلك، إنما يريدهم أن يكونوا ربانيين في حياتهم. هذا يعني إذا كنت أنت ترى أن دينك، يعني تفخر بدينك إلى درجة تغلبه على حبك لله، استمر في تعريف نفسك على أنك سني أو بريطاني أو أمريكي أو صيني أو بوذي أو يهودي أو ما إلى ذلك. أما إذا كان الله فعلا يأتي في الدرجة الأولى لديك، فهذا هو طلبه منك الآن في هذا الوقت. إذا يجب أن نتخلى تماما عن جميع الهويات الزائفة التي ألصقها بنا المجتمع والتي فرضت علينا في معظم الأحيان، سواء كانت هوية دينية أو هوية وطنية أو هوية عرقية أو أي نوع من تلك من هذه الهويات. وللأسف نحن نعيش الآن في عالم مليء بالكذب والدجل، يعني هناك طبعا اجتماعات لرجال الدين ويقولون يجب أن التعايش المشترك. في الله لا شيء يسمى تعايش مشترك، هناك وحدة، والوحدة تتطلب إنهاء الانقسامات تماما. إنما ما ينادون به من رسالة عيش مشترك أو التعايش المشترك ما هي إلا يعني إبرة مخدرة لبعض الوقت، يعني تعطي حلا مؤقتا للأمور قد يدوم سنوات قليلة قد يدوم عقود من الزمن، إنما في موعد ما في المستقبل ستعود الانقسامات وستعود الخلافات بمجرد ظهور فئة من هذه الديانة أو تلك تتطرف في أفكارها، ف ينتهي التعايش المشترك وتعود الخلافات، ويعني يبقى الجرح مفتوح. إنما من يريد فعلا أن يعتصم بحبل الله عليه أن يرمي كل الأمور الأخرى وراءه، وهذا هو الحل الدائم وهذا هو الحل الخلاص الأبدي. يعني الله واحد الذي نعبده واحد، والإنسان يجب أن يكون واحد هنا على الأرض. هذا هو ملكوت الله على الأرض الذي يطالب فيه الجميع، سواء اليهود الذين ينتظرون مخلصهم أو المسيحيون الذين ينادون بملكوت الله على الأرض أو المسلمين الذين يريدون أن يسلموا أمورهم لله. وهذه أمورهم لله، أن تسلموا أموركم لله معنى هذا أن تكونوا ربانيين في أسلوب حياتكم، أن تكونوا كما أوصاكم الله أن تكونوا. هذا هو الإسلام الحقيقي، وليس الإسلام أن نفرض ما نريد بمنطق القوة. لا يمكن أن يحل سلام في العالم بالقوة، ولا يمكن أن نفرض ما أقوله الآن بالقوة. يجب أن يأتي عن قناعة وعن إيمان من قبل الأفراد والجماعات بأن هذا هو الخلاص الحقيقي، وبأننا جميعا سواسية، وبأننا نريد أن نخرج من بيت العنكبوت الأسلوب الحياة التي
يستخدمه النظام الشيطاني. يعني شو يعني بيت العنكبوت؟ يعني مركز سلطة يمص يعني مقدرات الآخرين، يعني كل واحد فالت على هواه، يعني شاطر بشطارته، هيك هني بسموها شاطر بشطارته بالمجتمع تبعنا. إنما الله يريد مجتمعا مثل بيت النحل، يعني الكل عنده نفس الحقوق والواجبات والممتلكات، الكل سواسي. وهذا هو الإيمان الحقيقي، عندما نحب لكل فرد منا ما نحب لنفسه. وهذا لا يمكن أن يحصل طالما أنا أتفاخر بأني مثلا يهودي، ولا أريد يعني أن أمسي على جاري لأنه يتبع ديانة أخرى، أو لأنه أسود اللون، أو لأنه أصفر البشرة. وكل هذه كلنا جميعا يجب أن نعمل على يعني تحريك الألوهية بداخلنا، وهذا لا يمكن أن يتم إلا عبر التواصل الحقيقي مع رب العالمين. عندما يعني نفعل الألوهية بداخلنا، حتى لو خرجنا إلى الشارع وكالوا لنا الناس الإهانات، لم يعد شيء يؤثر فينا، لأننا نعرف أننا على حق. فيعني هنا أوجه الحديث طبعا إلى يعني الناس المستهدفين، مثل مثلا أسود البشرة حول العالم. هنا يجب على كل فرد منهم أن يعمل لدرجة يعني أن يخرج من التعريف عن نفسه أو عن رؤية نفسه مجرد لون. فهؤلاء يعني المسؤولين الموجودين في الحكم الآن يعني ينشئون مراكز ومنظمات للدفاع عن حقوق السود، وللدفاع عن حقوق المسلمين، وضد الإسلاموفوبيا، وضد انتهاك حقوق مثلي الجنس، وضد يعني المعاداة السامية وما إلى ذلك، لكي يرسخوا الانقسامات أكثر فأكثر. يعني يخدعونك، يقولون نحن ندافع عنك، فقط المهم أن ترضى أن تبقى في هذه العلبة، كنت يهودي أو مثلي الجنس أو أسود اللون أو ما إلى ذلك. وللأسف الناس تتجه عاطفيا معهم على الفور فيما يريدون. يعني مثلا حركة حياة السود مهمة مثلا، التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية عقب استهداف أناس سمر البشرة وما إلى ذلك، يعني أغلب الشعب الأمريكي الأسود يؤيدها. لماذا؟ لأنه لم يخرج بعد من الفكرة الراسخة التي رسخوها له بأنه مجرد لون. يجب أن نعرف مدى الألوهية التي بداخلنا، يجب أن نخرج فقط يعني من تعريف أنفسنا على المظهر الخارجي فقط، أو على يعني مكان الولادة الذي ولدنا فيه. وهذا هو التعلق بحبل الله. عندما نتعلق بحبل الله نخرج من كل هذه الخدع والأكاذيب والأضاليل التي يفرضوها علينا، ونحن يعني عن جهل نؤمن بها ونعتقد بها ونرسخها علينا. يعني خلاص أنت بيقول لك أنت سني، أنت شيعي، أنت خلاص حتموت وتسأل هيك. يعني أنت أسود اللون، خلاص ما بقوك مثلك. مجرد ما انت عم بيسموك اسود، او عم بيسموك مثل الجنس، او عم بيسموك مسلم، او عم بيسموك مسيحي، خلاص عم بيعلبوك، انت ما بقوك مثل الباقيين. سواء كان هذا التسمية بتخليك تحس انك دون او اكتر، بمجرد ما يعودوك هيك ما بقوك حاسس انك مثلك مثل الباقيين. وهذا هو الغلط، وهذا هو اصل التكبر، واصل زخرف القول والغرور، وكل الموبقات التي يكرهها رب العالمين. يعني قصة موسى مثلا، وقت استنجد فيه واحد من شيعته على الشيعة الثاني وتسبب بقتله. بعدين اكتشف موسى انه اللي عمله غلط، يعني مش ضروري اذا انا اللي من شيعتي يكون معه هو الحق، تأنصره كان ظالم او مظلوم. فوقتها رجع وتاب لربه، وعرف ربه انه صادق، استجابه وعمله رسول، مع انه قاتل قتيل. ولكن يعني هذا دليل على باب التوبة المفتوح، ولكن ايضا دليل على مدى كره الله
للناس اللي بتقسم الناس شيعا، وحدد فرعون انه مسرف بالارض ويقسم الناس شيعا. اما وهذا هو اللي صاير اليوم بالمجتمع تبعنا، يعني بالمجتمع الدولي ككل. شو ما بدكن علب فيه، من الجنس، ممارسة الجنس للمعتقد، للمطرح ما بتخلق بيعدوك هوية. كل الأمور فيها تقسيمات وتفريعات، واللي بدكن إياه، وكل دين في شي مليون مذهب، وكل يعني شي ما بعرف شو الواحد بده يحكي عنه. فهذا لأنه يعني واللي بيرسخ هذه الانقسامات أكثر إنه الإحساس بالخوف أو بالقلق. يعني بيصير يقول الواحد خليني أنا أنتمي لجماعة تقدر تحميني، أو أخذ هوية لبلد قوي مثلا. وهالأمور هيدي بشكل إنه بفكر حاله إنه عم بيعطي حاله أو عيلته أمان إذا عمل تحرك هذه الحركة. إنما في الحقيقة اللي بيؤمن بالله فعلا بيعرف انه الله هو الحامي، وما في حدا فوق قوة الله. القوة لله جميعا والعزة لله جميعا. انتو هول اللي شايفين ان هلا الدول هون الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين واقتصادها، وروسيا وبطشها، كلهم ما حيقدروا يعملوا شيء بالأسلحة اللي معهم. وقت الله بيقرر انه في وقت معين وصل لحضارة انسانية اللي ماشي، خلاص ما بقى في حدا يوقف. بيبعت لهم فيروسات، بيبعت لهم شغلات ما متوقعين. فبدنا نعرف انه اذا نحن فعلا مؤمنين بالله لازم نطلع من قصص الانقسامات، ونطلع فوق هالحركات كلها، وفوق هالاحزاب، وفوق هالمذاهب، وهودي الامور كلها. لانه الخلاص هو للوحدة، والوحدة بالله يعني خلص أنا رباني. هذا هو تعريفي الوحيد، وهذه هي هويتي الوحيدة. أنا بتصرف ربانيا، بتقي ربي بكل شيء بعمله وخلص. مين بعد سألان عن مذهب أو عن وطن أو عن عرق أو شو ما كان يكون؟ أنا مع ربي، مين علي؟ يعني الخلاصة، درب الخلاص الأبدي لنا يعني كجنس بشري، هو أن نصبح واحد. يعني الله واحد في السماء، الإنسان واحد على الأرض. هذا هو ملكوت الله على الأرض. فاطلعوا من أسس الملصقات والهويات الزائفة، كل هذه بعيدة، ولا يبقى إلا وجه الله. سلام.